بدي أطلع معادلة الحبل. في عندي طرتين، راح أشرح الطريقة بنفس الوقت الطريقة الثانية. الطريقة الأولى إني أقطع كيف يعني؟ أنا بمسك هذا الحبل بقطعه زي هيك، بمسك بيطلع عندي A، بيطلع منه تي تي، يعني كم؟ 2T. 2T لفوق يعني إيش؟ 2XA. بنروح عند النقطة B، هذا الحبل الأول. إحنا الحبل الأول على نفس القطعة B، هاي A صح؟ هاي B. ايش عندي فيها؟ تي لتحت. ما باخذ الشي اثنين تي اللي فوق، ليش؟ انه هذا حبل وهذا حبل، انا بمسك حبل واحد بستثني كل شيء. ايش عندي هاي؟ تي لتحت يعني سالب اكس بي، فانا بجمعهم سوا 2 اكس اي ناقص اكس بي تساوي كي. خلص بروح على الحبل الثاني. الحبل الثاني بخصش ايه، بخص بي وسي. بروح على بي بقطعها، بقطع الحبل بي، هيو ها هاي بي. قديش بيطلع عنده؟ تي تي اثنين تي يعني اثنين تي يعني اثنين اكس بي. طيب بروح على سي، على نفس ما هو نفس الحبل، هذا ثابت ماليش فيه، بقطعه نفس الحبل عادي يعني. ايش بيطلع عندي؟ تي يعني ايش؟ تي يعني سي اكس سي. فايش بصير عندي؟ 2 اكس بي زائد اكس سي تساوي كي. طيب الطريقة الثانية، الطريقة الثانية بمسك بحدد مرجع اللي هو مثلا هذا البكرات اللي فوق. كيف بقى هذا مرجع؟ المسافة هاي كلها، هاي كلها المسافة اكس اي، يعني من هاي للبلوكة، وهاي اكس بي، وهاي اكس سي. فانا بمشي ايش؟ طول الحبل. هاي هذا طول الحبل. ايش هو هذا اللي انا بضلل فيه؟ ايش طوله؟ اكس اي. فايش وين بروح؟ اكس اي. بمشي عادي على نفس المسار. قديش طوله؟ اذا هاي كلها اكس اي، شيلي منها اكس بي بيطلع معي طول هذا، يعني ايش؟ زائد اكس اي ناقص اكس بي تساوي كي. اجمعهم سوا 2 اكس اي ناقص اكس بي، زي هذيك زيها، لو اشارات مختلفة عادي. احنا المرجع بكون غيرين المرجع. الحبل الثاني بمشي فيه، عندي هاي المسافة كم؟ اكس بي، وهاي المسافة كم؟ اكس بي. هاي اكس بي، هاي اكس بي، هاي انا حاطه بالرسمة. بمشي هذا افقي مسميه ال مثلا. ايش بضل عندي؟ اكس سي زائد اكس سي تساوي ايش؟ كي. 2 اكس بي زائد اكس سي تساوي كي. هذا ناقصه هذا نفسه هذا.